مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رأس السطر. اليوم موضوعنا هو موضوع قد يعتبر خطير ومهم، وقد يعتبر هذا الأمر مصيري بالنسبة للعراق، كون أنه قد يؤدي إلى مواجهة حقيقية. بالأمس صاروخين كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي، وطبعا سقوط هذه الصواريخ هو ليس بالمرة الأولى، لكن هو قد يعتبر حقيقة المرة الثانية أو الثالثة في فترة حكومة السيد الكاظمي. هذه الصواريخ ما أدت إلى سقوط أي خسائر مادية أو بشرية، هذا الأمر طبعا أكدته خلية الإعلام الأمني بشكل رسمي وكذلك وكالة رويترز. لكن مع ذلك الأمر المختلف هنا، والمختلف ممكن عن الحكومة السابقة، حكومة السيد عادل عبد المهدي، إنه هذه الحكومة أعطت توجيهات مباشرة بالقيام بجهد استخباري مباشر لكشف عن هذه الجهات اللي حقيقة أشبعت العراق بشكل عام، وإذا كانت قواعد عسكرية أو سفارات بصواريخ الكاتيوشا. وطبعا هذا كان واضح تماما في خلال قيادة العمليات المشتركة بتصريحها اللي أكدت هذا الموضوع، وقالت إن أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي لكشف عن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها تسعى لإضعاف العراق، وليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق أنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب. فلذلك هذا معناته قد نكون إحنا أمام مواجهة بين الحكومة وبين هذه الأطراف. هذه طبعا كلها هذه التطورات تصير بعد يومين فقط من انتهاء الجلسة الأولى في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، واللي انكشفت تفاصيل أكثر عنه عن طريق مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية اللي هو سيد حارث حسن، اللي أكد بأنه فكرة أن هذا الحوار سيكون حصرا حول موضوع وجود القوات الأمريكية في العراق خاطئة. وأيضا أضاف قضية مهمة، قال تعهد الجانب الأمريكي بأن مهمته الحصرية وتفويضه الوحيد متعلق بالصراع مع داعش، وأن عملية تقليص القوات الأمريكية هي نتيجة طبيعية لانحسار خطر داعش. بالإضافة إلى ذلك هو أكد بأنه حكومة السيد الكاظمي نجحت في الجلسة الأولى من هذه النقاشات وحققت أهدافها، لكن هذا الأمر أزعج الكثير من الأطراف الموجودة. إذا كنا نتحدث عن فصائل المقاومة الإسلامية أو غيرها اللي صرحت في العديد من المرات بأن قضية انحسار أو تقليص القوات الأمريكية هو أمر هو ليس بالأمر المطلب الشعبي أو المطلب البرلماني بحسب قانون البرلمان وتصويت البرلمان. يعني على سبيل المثال أمين عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي كان عنده تصريحات في البداية وجهها إلى الوفد المفاوض وأيضا هدد الولايات المتحدة الأمريكية، قال إن جزءا كبيرا من الوفد المفاوض يمتلك جنسية أمريكية، فكيف يتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين؟ أضاف أيضا قضية مهمة، قال في حال لم تخرج القوات الأمريكية من العراق بإرادتها ستخرج رغما عنها، وهو وعدنا لدماء الشهداء. لكن أيضا كانت هنالك تصريحات مهمة جدا بعد حقيقة الضربة الأولى للكاتيوشا التي سبقت الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، وثقتها النيويورك تايمز طبعا لديفيد شنكر اللي هو أحد أعضاء الوفد الأمريكي الذي فاوض الوفد العراقي. وشنكر قال الميليشيات المدعومة من إيران لا تزال مشكلة وتشكل تحديا كبيرا لحكومة الكاظمي، لذلك نحن أمام مواجهة خطيرة جدا وأمام تصريحات وتضاربات وتضارب في الإرادات بالتأكيد. هل ستؤدي كل هذه الأمور فعليا إلى انحسار وجود القوات الأمريكية بشكل كبير، أم ستستمر المفاوضات بهذا الشكل؟ وهل ستكون حكومة الكاظمي فعلا في مواجهة حقيقية مع هذه الأطراف، أم الأمور ستنتهي بمفاوضات مستقبلية قد تؤدي إلى تفاهمات معينة؟ لذلك هذه الأمور المستقبلية ننتظرها حقيقة، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل وكيف من الممكن أن تتغير هذه الأمور. إذن ينضم إلينا الآن من بغداد عبر الإسكايب الأستاذ غازي اللامي المحلل السياسي.
حياكم الله أستاذ غازي، وأبدأ مع حضرتك بقضية قيادة العمليات المشتركة وكلامها بأن هنالك جهد استخباري جدي وتوجيهات في هذا الأمر بالكشف عن هذه الأطراف. هل نحن الآن أمام مواجهة متوقعة بين حكومة السيد الكاظمي وهذه الأطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدي الفاضل وتحية إلى كل مشاهديكم الأكارم. حياكم الله. حقيقة مما تعودنا عليه يعني من خلال التصريحات التي يغرد بها سواء الساسة القادة السياسيون والعسكريون، عندما تكون هناك معضلة أو مشكلة أننا سنتحرى، أننا سنقوم بواجب استخباري، أننا نعترض، أننا نشجب، نرفض، وبالتالي بعد هذه المفردات تبقى الأمور مثل ما هي وتعودنا عليها، وهي لغرض تمشية وترضية الخواطر ليس إلا. ولو كان هناك جدية فعلية كان يفترض تصنيف من يطلق أو من يحاول أن يعكر أمن العراق سواء من الداخل أو الخارج، هي أطراف معروفة. يعني لا نريد أن نعود إلى صيغة الطرف الثالث المخفي والمعلن والمعروف لدى هذه القوى ولدى هذه الفصائل. اليوم مثل ما وضحت يعني وضح رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي انه الحشد الشعبي اصبح من المؤسسات العسكريه، ومن لا ينتمي الى هذه المؤسسه من الفصائل هي تعتبر فصائل خارجه عن القانون ويجب محاسبتها بشكل جدي ووفق القانون العسكري. ولكن للاسف الشديد لاحظنا انه يخجلون ويحابون هذه الفصائل لأنها أقوى من إرادتهم، تمتلك السلاح، تمتلك الدعم الخارجي، تمتلك كل مواصفات القوة التي تضعف قوة وهيبة الدولة. هذه الفصائل هي لها دور كبير في يعني في تأثير على أمن وسيادة العراق. احنا لا نريد أن نجامل ولا نريد أن نحابي، اليوم مسؤولية وحفاظ أمن العراق مسؤولية الجميع، ومن يخرج عن هذا السرب ويغرد خارج هذا السرب يعتبر طرفا معاديا ولا يريد الخير للعراق مهما تكن هذه الفصائل. يعني لا نريد ان نجامل على حساب المصلحه الوطنيه والمصلحه العراقيه. هذه الفصائل عندما يكون هناك عمليه صراع او عمليه مفاوضات او عمليه حضور للجانب الامريكي، تستعرض هذه الفصائل التي تريد ان تقول ها انا موجوده على الارض، استطيع ان اتلاعب بهذا الظرف السياسي وافرض ارادتي العسكريه واجندتي الخارجيه. لكن استاذ غازي، يعني حقيقه هنالك اليوم تعهد، وهذه المفاوضات لا زالت في الجلسه الاولى، والحكومه الكاظمي تعهدت بحمايه المصالح الامريكيه الموجوده في العراق في مقابل انحسار تواجد القوات الامريكيه وتقليص تواجدها. يعني هنالك اتفاق وكذا على عكس ما كانت الأمور عليه في فترة السيد عادل عبد المهدي. يعني ألا تعتقد بأن هذا التعهد بحد ذاته حكومة الكاظمي ملزمة به كون هذا تريد توصل إلى اتفاقيات اقتصادية وغيرها؟ ألا تعتقد بأن هذا قد يكون كافيا ليعطينا إشارة إيجابية بأن هنالك تقدم في هذا الملف؟ ما هي نفس السيد الفاضل، نفس الفصائل صرحت وأصدرت بيانات قبل المفاوضات وقبل هذه الجلسة ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، انه من يتفاوض مع الجانب الامريكي هم امريكيون مجنسين بغض النظر كانوا عراقيون، وسيكون كجلوس الطالب امام الاستاذ. وبالتالي هذه يعني توصيفه من قبل هذه الفصائل انه لا يلتزمون ولا يحترمون بما ينتج من التزامات مبدئيه واخلاقيه وسياسيه، وبالتالي سيكون هم صاحب القوه وصاحب التاثير على القرار السياسي. يعني انا بس اذا تسمح لي يا سيدي الفاضل أعطيك معطيات يعني على المفاوضات العراقية طالما احنا نتحدث في هذا الجانب الأمريكية. لماذا تم اختيار يوم 10/6 لغرض البدء بهذه المفاوضات؟ يعني تلاحظ اليوم عملية سقوط الموصل في هذا التاريخ هي رسالة من الجانب الأمريكي، عندما سقطت الموصل أنتم استنجدتم بالقوات الأمريكية وبدأت تحارب داعش وتقاتل داعش وحاولنا أن نحجم دور داعش، أما قراركم الذي أصدرتموه، هذه رسائل يعني يجب أن نقرأها بشكل واضح، قراركم الذي اتخذتوه في مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية هذا إن كنتم مصرين عليه فسنعود بنفس اللعبة، سندخل داعش إلى المنطقة وبالتالي إلى العراق بالذات، وستعودون مرة ثانية تستجدون بالقوات الأمريكية
لكي تفرض سطوتها وتحاول أن يعني تخلصكم من داعش. هذه رسالة. الرسالة الثانية أعطت رسالة أخرى للأكراد أنكم يعني الأكراد خاصة هم يرحبون أساس الأكراد بالذات يرحبون بتواجد القوات الأمريكية، ويجب أن يكون الوفد العراقي خليط موجود به أساس الأكراد. وأيضا أعطت إشارة أخرى رسالة أخرى إلى الإخوة السنة أنهم أيضا ستكونون أفضل من هذا الوفد. وبالتالي المحصلة الأخرى المهمة التي يجب أن نركز عليها الآن أنه أساس الشيعة الذين تجنسوا بالجنسية الأمريكية هم غير معترف بهم من قبل هذه الفصائل التي الآن هي تستخدم سلاح القوة. طيب لكن أستاذ غازي بغض النظر عن هذه الأمور كلها، اليوم يعني هذه الأطراف تتحدث وتقول أن الوجود الأمريكي اليوم غير شرعي واحتلال، كون عندنا عاملين مهمة، قرار برلماني بإخراج القوات الأمريكية والقوات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك تظاهرات مليونية طالبت بإخراج هذه القوات الأجنبية، يعني ألا تعتقد أن هذا كافيا لهذه الأطراف أن تتعذر بكل الأمور التي تتعذر بها؟ أنا أتفق معك يا سيد الفاضل. كم مضى على هذا التاريخ؟ يعني قد مضى على تاريخ إخراج القوات الأمريكية؟ يعني شنو المعطيات اللي بعدها؟ إحنا لا نبحث عن قرارات حبر على ورق، نريد أفعال على الأرض، معطيات على الأرض. اليوم أنا من أصدر قرار يجب أن أحترم قراري، أن أستخدم القنوات السياسية والدبلوماسية وكل القنوات الأخرى والمفاتيح التي أمتلكها في الضغط على التواجد الأمريكي، ولكن قرار تحصيل حاصل لإرضاء شخصيات وإرضاء كتل وإرضاء فصائل معينة بحد ذاتها حتى لا تكون عملية تصادم، وبالتالي يكون الخاسر الوحيد هو العراق، وهذا هي هذه المعنى. أما إذا كان القرار ملزم وشرعي وقانوني فإحنا نرفع له القبعة، ولكن القرار هو قرار محاباة ومجاملة لشخصيات ولفصائل معينة حتى لا تكون هناك عملية صدمة أو تصادم. وتلاحظ اليوم في المفاوضات أطلقت صواريخ، وبالتالي هذه رسائل نحن نرفض هذا التفاوض. طيب الرسائل موجهة لمن أستاذ غازي؟ هل هي موجهة بالدرجة الأساس لحكومة الكاظمي هنا؟ نعم لحكومة الكاظمي. نعم الضغط ورقة قوية وضغط قوي، لأنهم أصلا يعني كانوا من المعارضين واتهموه بمؤامرات واتهموه بقتل شخصيات من الحشد، وبالتالي هذه الرسائل يعني نقراها بشكل واضح انه انت غير مقول ولا وغير شرعي في التفاوض مع القوات الامريكيه، يجب ان تستخدم يعني يستخدم سلاح القوه، بالتالي هذه عمليه خسائر بشريه، خسائر معنويه، خسائر ماديه للشعب العراقي. نحن لا نريد ان يوم ان نصطدم بجبهه قويه وان نكون ساحه تصفيه حسابات. اليوم من يريد ان يصفي حساباته فليذهب الى الدوله التي تموله ويصفي حساباته في اراضي تلك الدوله، اما ان يكون العراق ملعب وساحه لهذه يعني الفصائل الخارجه عن القانون، ان نسميها بالتسميه الصحيحه، يجب ان يتحملون هم مسؤوليه الدم الذي يراق على ارضهم. طيب لماذا توجهت حكومه الكاظمي الى تقليص اعداد القوات الامريكيه بدلا من تطبيق قرار البرلمان العراقي؟ هل تعتقد ان حكومه الكاظمي وجدت حاجه لذلك توجهت الى هذا الامر بالذات؟ نعم، هذا منفذ شرعي وسياسي ومهني، تريد ان تجمل دورها السياسي حتى تقول اننا استطعنا ان نحجم ونقلص دور القوات الامريكيه الموجوده على الارض. هو ما هكذا القرار اللي صدر، اخراج القوات الاجنبيه من ضمن القوات الامريكيه، اخراج وليس تقليص القوات الامريكيه، وبالتالي هذه ستكون هكذا لعبه، يعني يعتبر كانه يعني الفوز لهذه الحكومه انها استطاعت ان تحجم دور القوات الامريكيه في الساحه العراقيه، وبالتالي اذا كنا نحترم قرار مجلس النواب يجب ان نعمل على اخراج القوات الامريكيه إذا والأجنبية إذا كنا صادقين وفعليين في إخراج هذه القوات. أما إذا كنا نريد أن نميح هذا القرار ونضيع هذا القرار، أن نستخدم هذه الأساليب تحجيم وتقليل وتقليص، وبالتالي نجعل أن هذه اللعبة هكذا تسير بهذا الاتجاه، وهذا أضعف الإيمان. طيب لكن حكومة الكاظمي كما تعلم يعني إذا لم ترد على ما حدث في معسكر التاج ممكن أن يؤسس ذلك إلى رد أمريكي، مثل ما احنا تعودنا وشفنا الردود الأمريكية كانت قاسية جدا على العراق ولها تأثير إقليمي كبير. يعني ألا تعتقد أن هذا بحد ذاته هذا الأمر هو قد يكون مؤشر واضح أن حكومة الكاظمي هنا مضطرة أن تقوم بشيء، وإلا قد نجد العراق ساحة للصراع مرة ثانية؟ أستاذ غازي هل تسمعني؟ نعم، وهذا إلى حكومة. نعم، هذا رد قوي
من قبل الجانب الأمريكي. توم أنت تريد أن تعمل على إخراجنا من الأراضي العراقية، إذا ذهبت إلى الصف الآخر الذي يغرد له بعض القادة السياسيون فتتحمل وزر ما قمته ووزر ما سيجري على العراقيين، وبالتالي ستكون أنت الخاسر. وهي هذه المحنة اليوم اللي يمر بها الكاظمي، كيف سيعالج هذا المأزق الخطير الذي وضع فيه هو من خلال تعنت وتزمت قسم من الفصائل التي لا تنضوي تحت يافطة الحشد الشعبي، والتي تحاول أن تضغط بشكل أو على الكاظمي أن يخرج من هذه اللعبة وأن يسمح لهذه الفصائل أن تكون هي الصوت وهي المحرك وهي التي تحاول أن تصطدم مع الجانب الأمريكي. فإذا ما عاد إلى يعني إلى الوضع الطبيعي وتفاوض بشكل جدي وفعال فسيكون الجانب الأمريكي هو الخيمة التي يرعى، كما تعرف يا سيد الفاضل أنهم يعني هذه الفصائل قد أوضحت أنه الكاظم يحمل الجنسية الأمريكية ورئيس الجمهورية يحمل الجنسية الأمريكية، وهذه من المسميات التي أطلقت على هذه الشخصيات العراقية، وبالتالي هذه عملية تسقيط سياسي حتى لا يكون له دور ولا يكون له صوت في التفاوض مع الجانب الأمريكي. طيب لكن يعني أستاذ غازي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم ضمانات بأنها لن تستخدم اتفاقية الإطار الاستراتيجي في تصفية حساباتها مع إيران، يعني ليس هنالك ضمانات، ممكن أن يقوموا بنفس الأمر مرة ثانية. طبعاً أعتقد يعني أتوقع أنه من الجانب الأمريكي يعني يتصرف بشكل قوي ومؤثر في المنطقة، وبالتالي حتى يضغط على الجانب العراقي، وبالتالي يحاول أن يسحب الجانب أو الحكومة العراقية، لنسميها الحكومة لأن ليس لنا دولة، نسميها بالتوصيف الصحيح حكومة لمدة 4 سنوات. هذه الحكومة يحاول الجانب الأمريكي أن يسحب هذه الحكومة إلى الجانب الآخر حتى يخرجها من اللعبة الإيرانية ومن السلطة الإيرانية ومن العباءة الإيرانية، وبالتالي حتى هو يكون يعني ذات صوت سياسي ومؤثر في المنطقة. هذا الموضوع يعني محسوب جدا من الجانب الأمريكي، ويعرف كيف يدير شؤون اللعبة السياسية والعسكرية في المنطقة، وبالتالي مثل ما أشرت جنابك الكريم أنه الخاسر الوحيد سيكون هو العراق في هذه اللعبة الغير متكافية ما بين العراق والجانب الأمريكي. العراق يدفع ثمنا باهظا إذا ما يعني انسحب إلى جانب آخر على حساب الجانب الوطني. يعني هناك أكو مصلحة وطنية يجب أن نحسبها حسابا دقيقا، ماذا يفيدني هذا الجانب وماذا يضرني هذا الجانب، يجب أن نتعامل بمصداقية بوضوح، لماذا أعطي خسائر على حساب أبناء. طيب يعني القائد السياسي. لكن أستاذ غازي، يعني هنالك طرح مهم جدا، يعني طرح الكثير أو البعض من المحللين السياسيين، قالوا يعني كان من الأفضل على حكومة السيد الكاظمي أن تجلس على طاولة واحدة مع هذه الفصائل وهذه الأطراف وتتفاهم وياها وتضع النقاط على الحروف قبل أن نبدأ بجلسات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، من شأنها أن تخفف من وطأة ما يحدث اليوم. هل تعتقد كانت هذه الخطوة يعني كان من المفترض أن تحدث قبل الحوار الاستراتيجي اللي نشوفه اليوم مع الفصائل المسلحة؟ نعم نعم نعم، مع الفصائل المسلحة بالتأكيد. وأين القرار السياسي إذا جلست مع الفصائل المسلحة؟ أين قوة القرار السياسي إذا كنا فعلا نريد أن نصدر قرارا سياسيا قويا؟ كيف سيحترم القرار السياسي من قبل الدول وليس من أمريكا، من أي دولة؟ يعني اليوم أنا طيب، ولكن أستاذ غازي، يعني هذه الفصائل منها فصائل يعني قاومت وساعدت العراق في مقاومة داعش. العراق تقود، لا اسمح لي، العراق تقود فصائل وتقود سياسة مبنية على التخطيط وعلى المصالح الاستراتيجية ما بين الدول. أنا بس أريد أعرف إنه كيف تدار العملية السياسية؟ هل تدار من قبل الفصائل المسلحة، من قبل قادة سياسيين يريدون أن يعني يسيروا بالبلد إلى بر الأمان؟ ما هي الفصائل؟ هي تمتلك سلاح وتمتلك جيش وتمتلك قوة وتمتلك القدرة العسكرية. كيف سيكون من يعني من المقنع للحكومة العراقية أن تأخذ قرارها السياسي من هذه الفصائل؟ كيف سيحترم هذا القرار؟ يعني لنعطي فرصة للحكومة العراقية، لنعطيها فرصة لتتصرف بشكل أريحي وبشكل بحرية كاملة حتى تتحمل هذه المسؤولية التاريخية أمام الشعب. لماذا نتعامل معها كأنها طرف معادي؟ لماذا هذه الفصائل تنظر للحكومة أنها طرف معادي لها وليس طرف يقود العملية السياسية؟ يعني ليش أنا وصلنا هذه العقدة؟ نعم يجب أن يكون هناك عملية. طيب يعني لكن أستاذ غازي، أكو من يقول حقيقة
تمام، لكن أكو من يقول أن هذه الفصائل يعني هي فقط قضية تصريحات إعلامية لا أكثر ولا أقل، لأنه يعني إيران بالدرجة الأساس هي موافقة وراضية عن هذه الحوارات الاستراتيجية اللي تريد من خلالها أنه يصير حوار استراتيجي آخر بين إيران نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف العقوبات وغيرها من هذه الأمور. لذلك البعض يعني اعتبر أنه هذه قضية يعني إطار إعلامي أو شعارات إعلامية أو تصريحات إعلامية ولن تصل إلى طريق. هل تعتقد فعلا قد تتوقف إلى هنا مثل هذه التصعيد بالتصريحات؟ والله يا سيد الفاضل أستاذ أحمد، اليوم عملية التصريحات اللي إذا تطلق الآن وعملية وخاصة في الإعلام، أنا أعتبرها راشية طبية جاءت من طبيب من خارج الحدود يريد أن يعطي وصفة لطبيب حتى يموت، لمريض حتى يموت. يعني هذه التوصيفات التي اليوم تطلق في الإعلام، من كان حريصا على سمعة العراق وهيبة العراق وأن يعود قويا معافى يجب أن يبتعد عن سياسة المحاور ويجب أن يكون صادقا، لأنهم أتوا بما صرحوا به أنهم جاءوا لينصر الشعب العراقي، وبالتالي يجب أن يخلص الشعب العراقي من الدكتاتورية التي كانوا يدعون بها، وبالتالي أصبحت هذه العملية عملية ديمقراطية، عملية مؤسسات، يجب أن نعطي فرصة للحكومة وللساسة الذين انتخبهم الشعب يأخذوا دورهم. أما أن تكون عملية مزدوجة، السياسي لا يستطيع أن يأخذ قراره وبالتالي يعود إلى الفصيل المسلح، وبالتالي هذه طامة كبرى، هذا ليس بالعمل السياسي في العراق. أنا أستغرب أن تكون هكذا تدار العملية السياسية وأن تكون هناك تصريحات قبل المفاوضات حتى يوتروا الجو ويصعدوا الأمور إلى أعلى المستويات حتى يحصلوا على مكاسب وبالتالي تنازلات من الطرف الآخر. أنا نعم كان هناك يمنون نفسهم أن يجلسوا مع المفاوضين حتى يرضوا الطرف الآخر على حساب المصلحة الوطنية. طيب احنا استاذ غازي يعني حقيقة تعودنا ان المفاوض العراقي عادة يعني لا ينجح في المفاوضات او يخرج خاسرا حقيقة. هل يعني كيف وجدت الجلسة الاولى من المفاوضات؟ هل خرجت حكومة السيد الكاظمي بنجاح ولو بنسبة مئوية بسيطة من الجلسة الاولى؟ طيب انا اتمنى دائما اطرحها حتى في القنوات الفضائية التي اظهر فيها، اتمنى على المفاوض العراقي ان يكون قويا وغير محابي وغير خجول وغير خائف، ويجب ان يكون صاحب قضيه، ان يطرح قضيه بقوه، ان يكون اقوى من الطرف المقابل، ان لا يكون ضعيفا ويحابي ويكون قزما امام الطرف الاخر، يجب ان يكون يمتلك تاريخ العراق وارث العراق وحضاره العراق، وبالتالي هذا يستطيع ان ينتزع حقوق العراق، اما ان يكون ضعيفا ويشعر بنفسه انه غير قادر على مواجهه الجانب الاخر لانه امريكا ولانه الطرف الاخر، لان هذا هو يضعف قوه المفاوض العراقي وستملى عليه الكثير من الشروط وسيكون بالموافقه بايماءاته بالراس، وبالتالي هذه نقطه ضعف على المفاوض العراقي. اتمنى ان نغادر هذه الصفه على المفاوض العراقي، ان يكون شجاع وقوي وان لا يخاف ولا يحب، وهذه مسؤوليه وطنيه وتاريخيه واخلاقيه سيسجلها التاريخ للمفاوض العراقي اذا استطاع ان يعني يقزم الجانب الاخر وليس الجانب الاخر يقزمه ويجعله ضعيف في اداره المفاوضات. هذه المؤشره احنا السياسيين لاحظناها على الكثير من المفاوضين، المفاوض العراقي انه ضعيف جدا ويشعر نفسه صغيرا امام حتى المفاوض الاصغر منه، وبالتالي سيكون غير قادر على طرح قضيه العراق. طيب لكن اذا ما ادت الامور الى اصطدام الحكومه بهذه الاطراف التي الان خلص رسميا هددت الولايات المتحده الامريكيه وتريد فعليا خروج جميع القوات الاجنبيه من العراق، اذا ما وصلنا الى قضيه صدام اذا كان عسكري او باي شكل اخر، ألا تعتقد بأن هذا قد يعني يثير إيران مثلا وتصبح هنالك تدخلات أكبر وأخطر وقد يظهر سلاح من تحت الأرض من وفوضى داخلية في العراق في ظل حكومة قد يكون عمرها سنة أو سنة ونص؟ هناك سيناريوهات قوية على الساحة، سيناريوهات موجودة معروضة، إذا فشل هذا السيناريو سيظهر سيناريو بشكل سريع وفعال، ومثل ما أشرت أنه من الطرف الآخر سيدفع بهذه العناصر أن تصعد الجانب وبالتالي يسون ويدخل المحور الآخر على خط الأزمة، وبالتالي ستكون هناك عملية صدام. نتمنى أن نبتعد عن هذه الصيغة، يجب أن لا نكون باب للهيب نار تأتي من خارج الحدود. اليوم لهيب النار تأتي من خارج لا تحرق العراق فقط، ستحرق المنطقة برمتها، وبالتالي سيكون الخاسر الوحيد وشعب هذه المنطقة، وبالتالي سنكون نادمين على أننا لم نستخدم العقل والحكمة وبعد النظر في إدارة هذا الملف. اليوم سواء أمريكا أو غير أمريكا أو إيران أو أي دولة جوار إلى العراق تحاول أن تفرض سياسة على العراق،
يجب أن نجابه هذا الموضوع بقوة وبإيمان وبتحدي. أما نعطي الضوء الأخضر لهذه الفصائل، أنا احترامي وتقديري، ولكن أنا أتعامل بالقانون، أتعامل وفق السياسات التي حددتها الدولة، أنه من لم ينتمي إلى الحشد هو خارج عن القانون، ومن خارج على القانون في أعراف كل الدول يحاسب قانونيا. لماذا اليوم نغض النظر عن أطراف خارج على القانون ونجعلها هي صاحبة الصوت القوي تجاه القانون؟ لماذا هذا؟ أين يسير بنا مجرى الماء حتى نجعل هناك معركة مستقبلية ما بين أمريكا وما بين إيران على الساحة العراقية؟ يعني هذا لا أخذ تورد الإبل كما يقال بالمثل، ولا أخذ الدار العمل السياسية. يجب أن نستخدم العقل والحكمة، ولا نسمح لأي طرف آخر أن يفرض أجندة لدولة معينة على حساب المصلحة. طيب، لكن هذه الفصائل شافت أنه الحكومة على الأقل السابقة وبشكل عام المسؤولين يعني حقيقة لم يقدموا شيئا في قضية الضربة اللي صارت في مطار بغداد واللي أدت إلى مقتل أبو مهدي المهندس، ما صار أي ثار، شكوى في مجلس الأمن لم تصل إلى طريق، الحشد الشعبي تعرض إلى القصف أكثر من مرة في عمليات التحرير اللي شهدناها في الفترة الماضية من تنظيم داعش الإرهابي. فبالتالي يعني هذه الأطراف تقول لك إحنا لازم نرد ولا بد من الرد، وليس هنالك حصانة للقوات الأمريكية الموجودة في العراق، البرلمان لم يعطي حصانة للقوات الأمريكية الموجودة، فهي ممكن تدخل في هذا الإطار وتواجه القوات الأمريكية الموجودة في الداخل. كيف من الممكن للحكومة أن ترد قانونيا على هذه الأطراف في هذا المفصل بالذات؟ طيب، يبدو فقدنا حقيقة الاتصال مع الأستاذ غازي اللامي، وسنحاول معاودة الاتصال به. فعليا اليوم الموقف صعب لحكومة السيد الكاظمي، لكن في نفس الوقت أكو مجابهة لعدد من الملفات. يعني بعد الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي سمعنا بقرارات مباشرة في قضية مواجهة قتلة المتظاهرين، وسمعنا بأنه صارت أوامر إلقاء قبض في ذي قار في مواجهة عدد من الضباط وعدد من المسؤولين اللي هم قمعوا التظاهرات في ذي قار مباشرة، إجراءات قوية جدا. الجهد الاستخباري اللي تحكي عنه، قيادة العمليات المشتركة، يعني هذا الجهد الاستخباري فعليا قد يؤدي إلى كشف. طبعا الناس يعني ما تريد فقط كشف، تريد إجراءات أكبر. يعني هل سيؤدي إلى كشف أم لم يؤدي إلى كشف، هذا بحث آخر، لكن محتاج الأمور كون أن حكومة السيد الكاظمي فعليا هي ملزمة بعد هذه المفاوضات بالقيام بشيء. ننتظر فعلا ونرى ما الذي سيحدث. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي من جديد عبر السكايب من بغداد، المحلل السياسي الأستاذ غازي اللامي. أستاذ غازي، يعني الآن القضية الوجود الأمريكي الآن انحسرت بعد الجلسة الأولى على الأقل
بقضية محاربة تنظيم داعش الإرهابي، هل تعتقد فعليا أن تنظيم داعش الإرهابي هو يشكل فعليا خطر على العراق؟ لأن الأطراف اللي إحنا ناقشناها والفصائل اللي حكينا عنها قبل الفاصل فعليا يعني تعتقد أن الأمر ليس بالجدي والعراق قادر على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، هل الأمر جدي لهذه الدرجة بحيث نحتاج الأمريكان مرة ثانية؟ طبعا العفو، تحية لك مرة ثانية يا سيدي فاضل. يعني تعرف جنابك الكريم، العراق لا يستطيع أن يمتلك السماء بشكل قوي ومؤثر وفعال في ضرب يعني تجمعات داعش، وهذه يعني واحدة من الملفات اللي يمتلكها الجانب الأمريكي والطيران الأمريكي اللي هو يمتلك الجو، وبالتالي هذا يحتاج أن يكون هناك طيران أمريكي يعني يستعان به في ضرب يعني مقرات داعش. هذا تحصيل حاصل اليوم، وتعرف اليوم حتى التدريب، موضوع التدريب اللي يعني الجانب الأمريكي يدرب القوات العراقية لا يستطيع أن يعطي ما في جعبته من معلومات إلى الجانب العراقي بشكل يعني دفعة واحدة، وبالتالي يعطيها على شكل دفعات حتى يكون متواجد على الأرض العراقية حتى يستطيع أن يستدعى بأي لحظة. وتعرف مثل ما قرأنا وعرفنا وشفنا أنه داعش هو صنيعة من أمريكا، وهي اللي زجت بداعش إلى العراق حتى تكون هي موجودة على الأرض العراقية. وأنا تحدثت مع جنابك قبل قليل، قلت لك اليوم المعطيات هذا اللقاء ما بين العراق وأمريكا والرسائل من ضمنها إذا كنتم مصرين على إخراج القوات الأمريكية سنضخ بعناصر داعش إلى العراق، وبالتالي ستعودون أن تستنجدوا بالقوات الأمريكية. يعني ما هي هاي اللعبة الأمريكية الآن على الساحة؟ يعني تواجد القوات الأمريكية يجب أن يستثمر بشكل ما يخدم محاربة هذا محاربة داعش. أما بالجوانب الأخرى بالجانب السياسية هذه لها مبحث آخر اللي يتدخل بالجانب السياسي. ثانياً يجب أن نستثمر يعني حتى تواجد الأمريكان في الجانب الاقتصادي، لماذا يعني جانبنا إحادي؟ يعني إحنا استيرادنا من دولة واحدة، وبالتالي هذه الدولة هي من يعني تحاول أن تغلط على العصب الاقتصادي. يجب أن ننوع. لكن أستاذ غازي، يعني بالحديث عن الجو، عن الإمكانيات الجوية، يعني هذا أمر مهم، نقطة مهمة أنت ذكرتها. يعني العراق من 2015 تقريبا إلى 2020 سوى عقود واشترى طائرة F-16 والسوخوي، وعنده طيران والفنيين تدربوا من الأمريكان يعني على صيانة F-16 وغيرها، وصارت عمليات بهذه الطائرات. يعني ما تعتقد هذا كافي لمواجهة فلول بسيطة لتنظيم داعش الإرهابي؟ يا سيدي هناك يعني نوعان من الطيران، الطيران الهليكوبتر والطيران الحربي. تلاحظ اليوم طيران هليكوبتر يعني يستطيع المقاتل العراقي والعراقي أن يؤدي رسالته، ولكن المقاتلات الحربية هي بعدد الجانب الأمريكي، وهي هم من يتحكمون بالصواريخ التي تحملهم وحتى بأجهزة الكمبيوتر الموجودة في هذه الطائرات، وبالتالي لا يسمحون للجانب العراقي أن يمتلك هذه المعلومة، وبالتالي ما فائدة إذا امتلك الجانب، ما فائدة القوات الأمريكية إذا موجودة على الأرض. هذه واحدة من الصفات أو المميزات التي تجعل العراق دائما يستنجد بالقوات الأمريكية في هذه الطائرات في ضرب مقرات داعش. هذه واحدة يجب أن إذا كنا فعلا نريد، وتعرف اليوم يعني العراق عندما حاول أن يخرج عن هذه السياسة والتعامل مع دول أخرى في استيراد سلاح يعني خارج السلاح الأمريكي، قامت الدنيا ولم تقعد من الجانب الأمريكي، وبالتالي هذه يعني موضوعة مهمة جدا يجب أن يحسب لها السياسة العراقي والمفاوض العراقي والعسكر العراقي، أنه يجب أن يكون هو من يمتلك السلاح وكل مفاتيح السلاح، وليس أن يكون مفتاح واحد والمفاتيح الأخرى بيد الجانب الأمريكي. هاي المشكلة يجب أن يعني نلاحظها جدا لدى القوات الأمريكية. طيب هنالك جلسات قادمة من هذا الحوار الاستراتيجي اللي هو يعني دي يلعب دوره دي يسوي متغيرات كثيرة جدا على الأرض، ممكن نشوف الجانب الاقتصادي القادم سيصبح هنالك حديثا عن قضية اتفاقيات أو استثمارات قد تكون أمريكية في العراق، هل هذا الأمر يعني سيكون هذه المرة جديا؟ لأن احنا كل مرة نحكي في الجانب الاقتصادي مع هذه الدول يعني لا نصل إلى نتيجة ويبقى العراق مدمرا والحال كما هو الحال عليه، هل تعتقد بأن هذا الحوار الاستراتيجي ممكن فعلا أن يؤدي إلى شيء اقتصادي واستثمار حقيقي في العراق؟ مو سيدي فاضل، مو احنا ما لم نحصل على يعني من هذا الجانب. من يضغط على سياسيين من خارج الحدود ان لا يوافقوا على ان تكون هناك منافذ اخرى للاقتصاد لتطوير الاقتصاد العراقي، وهي هاي المشكله المهمه. اليوم يزعل هذا المحور اذا العراق اتجه الى محاور مثل ما اتفاقيه الصين
ايضا اخذت ماخذ كبير في الجانب الاعلامي وحملت الكثير من السلبيات، لان العراق خرج من هذا السرب، اراد ان يبتعد عن هذا، وبالتالي حاولوا ان يشوهوا هذه الاتفاقيه بكثير من الاسقاطات. يجب ان نكون جديين. يوم هذه الحكومه، انا في تقديري حكومه الكاظمي، تعمل على تاسيس سكه صحيحه لعمل سياسي مستقبلي، ان تضع السكه الصحيحه من ياتي بعده يستطيع ان يسير القطار على هذه السكه ولا ينقلب هذا القطار، وبالتالي سنعود الى نفس اللعبه. يجب ان يكون قويا في وضع يعني مخرجات للعمليه السياسيه بعيدا عن المحاور، يعني حتى يبحث عن المصلحه العراقيه، سواء كانت مع امريكا ومع روسيا ومع تركيا ومع فرنسا ومع ايطاليا. يجب ان يبحث عن منافذ تطور الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى التعليمي والمهني، كل هذه يجب ان تكون حاضره في ذهن من يريد ان يتباحث مع الجانب الامريكي. احنا ليس في الجانب الاقتصادي، الجانب التعليمي والجانب يعني الاقتصادي والتجاري وايضا الصناعه، هذه كلها يجب ان تبحث في هذا طيب، لكن استاذ غازي ليس هنالك يعني ما احنا ما عندنا نماذج نعتمد عليها من امريكا انه سوت اتفاقيات استراتيجيه ومفاوضات وحوارات ادت الى اعمار بلدان في العالم، اللي نسمع امريكا تدمر البلدان الاخرى، هذا هو التاريخ وهذا ما يتحدث عنه، ليش بحالتنا يعني صارت خاصه هذه القضيه؟ وانا نعم اتفق معك في هذا الجانب، وانا طبعا كنت يعني اعول على هذا الموضوع. انا في تقديري العراق يمتلك الخزين والكثير من الكفاءات الوطنيه، الكفاءات المخلصه في كل الجوانب اللي ذكرناها انا مع حضرتك، نعم. ويستطيع ان نعطيهم فرصه ذهبيه ان يعيدوا الوضع الاقتصادي والوضع التعليمي والوضع السياسي والوضع الصحي والوضع الامني. هناك كفاءات عراقيه وطنيه، لماذا تهمش هذه الكفاءات الوطنيه وبالتالي نبحث عن كفاءات من خارج العراق؟ يعني ما هي العراقي هو لو تلاحظ اليوم يبدع في خارج الحدود، في دول اخرى يبدع، ولماذا لا نستثمر هذه العقول ان تعود الى العراق وبالتالي نستفاد من خبراتها؟ لماذا نبحث عن شخصيات هي لا تخدم العراق بقدر ما تخدم محد، لماذا لا يعني ندعو هذه الشخصيات الموجوده خارج العراق ان تعمل وتطور وتنتج ونعطيها الكثير من الامتيازات؟ انا شفت كثير، التقيت بكثير من الشخصيات العلميه يعني اتت العراق ولكن ما حد اهتم لها وما حد يعني احتضنها، وبالتالي عادت هذه الكفاءات الى ما كانت عليه سابقا. هي ما هاي المشكله، احنا ما عندنا تخطيط، يعني دوله تخطيط ما عندنا، يعني عندنا حكومه لمده 4 سنوات وتغادر. طيب لكن اليوم حكومة السيد الكاظمي مطلوب منها أن تؤسس لشيء، لكن خلينا لا ننسى أكو انتخابات أمريكية راح تصير وممكن تتغير حكومة ترامب، وممكن هذه المفاوضات والاتفاقيات اللي راح نأسس إلها اليوم ممكن أن تتغير تماما مع تغير الحكومتين، حكومة ترامب وحكومة السيد الكاظمي كذلك. ألا تعتقد أن هذه المفاوضات يعني قد في نهاية المطاف ما توصل إلى طريق على الأقل في المستقبل خلال سنة أو سنة ونص؟ شوف، سؤال جدا جميل، يعني انا اشكرك على هذا السؤال. اليوم تلاحظ حكومه الكاظمي اسست لمده سنه او اقل السنه، ابعد المديات السنه، وايضا حكومه ترامب بقاله 5 اشهر. الطرفين القياديين في هذين الدولتين يريدون اليوم ان يحققوا فرصه ذهبيه، كل لدولته يريد ان يؤسس الى نقطه فوز. اليوم من هو اللي يفوز في هذه اللعبه، في هذا الصراع، في عملية الصراع والتفاوض؟ إذا ترامب اليوم الوضع الداخلي السياسي عنده مشوش وغير مستقر، يريد أن يجعل من العراق هو ورقة الجوكر له في العملية السياسية في الانتخابات القادمة، حتى يقول أنا استطعت أن أفرض على العراقيين واستطعت أن يعني أمتص منهم الكثير من الموارد الاقتصادية. أيضا في العراق الكاظمي يريد أن يقول أنا قد فاوضت ترامب واستطعت أن أحصل وأنتزع منه امتيازات للشعب العراقي. ما هي هاي اليوم محصورة اللعبة في هذه في هذا الوقت الحرج جدا، يعني كل الطرفين محصورين بسنة أو أقل من السنة، كل من هو الذي نعم. طيب لكن يعني اليوم أكو قضية مهمة جدا سيدي الكريم في حكومة السيد الكاظمي. اليوم حقيقة بعد الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي مباشرة شفنا حكومة الكاظمي يعني أكو إصدار أوامر إلقاء قبض بقتلة المتظاهرين في ذيقار وإعلانات رسمية في هذا الأمر، هاي ملفات
شائكة وصعبة، وأكو تجميد لحركة لعدد من الأطراف اللي سمعنا حتى جميل الشمري أنه صار عملية تجميد لحركته وغيرها. ألا تعتقد أن هنالك أمرا مختلفا في هذه الحكومة مقارنة بما مضى؟ أستاذ أحمد، لا نتعامل بالأمنيات وما يطرح، نتعامل بالمصداقية. وهو أيضا أشار في حديثه أنه ستكون حكومته ليس حكومة أقوال بقدر ما تكون حكومة أفعال، وننتظر أن يجسد هذه المقولة بشكل واضح ودقيق. هي إحدى الأمور التي كان يغرد بها السيد الكاظمي أنه سيكون مع المتظاهرين وسيكون منصفا لهم وسيعمل على يعني محاكمة القتلة وحصر السلاح المفلت بيد الدولة، وهذه الأمور كلها إحنا لم نلاحظ أي شيء تحقق لحد الآن. يعني ولو 1% من هذه التصريحات التي غرد بها لم يتحقق، سوى هناك يعني مواضيع بسيطة يستطيع أن يحقها الوزير وليس يحقها رئيس الوزراء. وبالتالي الطامة الكبرى، إذا تسمح لي يا سيد الفاضل، نعم، موضوعة يعني نخرج شوية عن هذا الموضوع، وهي لكن من ضمن صلب عمل رئيس الوزراء، موضوعة المتقاعدين اللي أول ما تأخر راتب المتقاعدين والشهر الثاني أيضا تقاعد إلا ما حضر إلى يعني مديرة التقاعد، وبالتالي تعود اللعبة من جديد. هاي واحدة من اللي سجلت سلبيات على حكومة الكاظمي، فكيف ستكون المصداقية في القرارات القوية التي تهم مصلحة البلد؟ اليوم هذا الموضوع يجب أن يكون فعالا وقويا، وأن يعني هو عنده هسه خياره، الشعب معه والمرجعية معه، ما ينتظر يعني ما أعرف من ينتظر. طيب، من السماء لتدعمه، لكن هو الرجل أيضا يعني في موقف مجبر، أخاك لا بطل، لا أكو فلوس اليوم عند الحكومة يعني توفي بالتزاماتها، ولا يعني وعنده شعب أيضا متظاهر، وإذا ما شاف أي نتائج عملية هنالك تصعيد في التظاهرات. أنا أختلف معك، الله أختلف مع احترامي لرأيك الكريم، نعم، أختلف مع فلوس موجودة بالحكومة، الفلوس موجودة، الرئاسات الثلاثة التي تأخذ نصف ميزانية العراق، المنافع الأخرى للمجاهدين والرفحاويين، هذه فلوس سائبة ما أعرف أين تذهب. أن الكثير من المبالغ المالية التي تعطي بدون وجع قلب إلى كثير من الشخصيات، وبالتالي هذه لو استطعنا أن نسيطر عليها سنكون أقوى اقتصاد في المنطقة، ولكن عملية يعني الأبواب التي تذهب بهذه الأموال أبواب غير شرعية وغير أصلا مسموح بها أخلاقيا ومهنيا. يعني هذه أنا أتعجب، العراق غني بكل شيء، العراق غني بكل شيء، بأرضه، بمائه، بسمائه، بمقاتله، برجاله الشجعان، بأبطاله الوطنيين، ولكن من يقود هذه العملية لا يستطيع أن يبوب هذه المفاتيح بشكل صحيح، وبالتالي سيجعل من باب يؤثر على باب، وبالتالي تخسر العملية أو الجانب الاقتصادي. هذه العملية يجب أن تكون واضحة أمام العيان. أنا قريب جدا على الحالة يا سيدي الفاضل، وأعرف العراق يمتلك الكثير من الأموال، ولكن للأسف الشديد من يدير هذه العملية لا يستطيع أن كيف يبوب هذه الأموال. طيب، لكن للشعب العراقي. تمام، لكن واحدة من الأمور اللي دا يصير النقاش عنها، وقيل أنه راح نسمع نقاشها من الجلسات القادمة من خلال حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي قضية المساعدة للانتخابات المبكرة. سمعناها من الأمم المتحدة، سمعنا من أمريكا، سمعنا هواية دول يعني مستعدة لمساعدة العراق في هذا المجال بحد ذاته. هل تعتقد بأن هذا كافي لحكومة الكاظمي أن تحقق انتخابات عادلة ونزيهة؟ والرجل يراهن على هذا الموضوع كثيرا في تصريحاته، تقريبا في كل تصريح. هل العوامل الإيجابية موجودة بغض النظر عن العوامل السلبية اليوم المحلية اللي احنا نعاني من عدها في العراق؟ طبعا موضوع الانتخابات ومفوض الانتخابات هي واحدة من المسلمات يجب أن يعمل عليها بشكل جدي وفعال وإنجاح هذه. وأنا في تقديري يعني هي ما تنجح 100%، يعرف المال السياسي الموجود الذي يستطيع أن يلعب لعبه ودوره في تسقيط الكثير من الأسماء الوطنية، يعني سيعمل بشكل قوي، ولكن يجب أن يعني يحجم الأحزاب ويسأل هذه الأحزاب في الانتخابات القادمة من أين لك هذا من المبالغ المالية التي ستدخل إلى ساحة الانتخابات. هذا موضوع مهم جدا يا سيدي الفاضل، هذا المال السياسي يلعب لعبة قدرة في تحجيم وعدم إعطاء فرصة للوطنيين
في أن يقودوا المشهد السياسي مستقبلا. هذه الموضوع يعني مهم، أنا في تقديري وكنت قريب عليها هذه الحالة وشخصت الكثير في تقرير إحصائي في أدى إلى خروج الكثير من الأسماء الوطنية التي عولنا عليها، وبالتالي يعني هذه واحدة من المعضلات يجب أن تعالج مستقبلا إذا أراد أن ينجح الانتخابات ولو يعني نقول 50%، حتى بالانتخابات القادمة ستكون 100% وستكون فرصة ذهبية للقوى الوطنية والشخصيات الوطنية أن تعود من جديد لتحكم العراق. إذن كان معنا من بغداد المحلل السياسي عبر السكايب الأستاذ غازي اللامي، شكرا جزيلا على مداخلتك اليوم ووجودك معنا في البرنامج. تحياتي لكم ولكل مشاهديكم والأكاد. إذا مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.